أعزائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارديه. النهاردة إحنا مع كتاب أو قوة الخفية وراء حيواتك الماضية للكاتبة المتألقة ساندرا آن تيلر. وفي هذا الكتاب ده مهم جدا جدا لأنه بيعالج مسألة الكارما، مسألة المشاكل اللي احنا بنحملها من الحيوات السابقة، وإزاي ممكن ان انت تعدل التشفير، تعدل شفرة الكارما دي اللي في خلال وجودك الحالي، بحيث ان بتجني الثمار بعد ما ترحل العالم او ترجع لعالم الروح مرة اخرى، ما احنا جينا من هناك، وتبتدي حياتك المستقبلية أحسن كتير جدا جدا مما عليه الآن. يعني أنت بتبتدي تستثمر النهاردة بحيث أنك تتخلص من شفرات الكارما ومشاكل الكارما والحاجات دي كلها. والكتاب ده هي ما كتبتهوش هي لوحدها، في فصول زي الفصل السابق مكتوب بالكاتب برضو الرائع جدا اسمه توم كراسلي، ليه كتب عديدة، وأختها التوأم اسمها شارين كيلينجر. شارين كيلينجر أيضا ليها كتب عديدة جدا، الاثنين وسطاء توأم، هي وأختها توأم، والاثنين وسطاء والاثنين لهم مؤلفات كثيرة جدا جدا. ما نقدرش احنا نعرض عليكم الكم الهائل من الكتب دي. والاثنين كانوا معالجين روحانيين، وهم الاثنين الأختين يعني، والاثنين كانوا بيتعاملوا بالتنويم المغناطيسي والعلاج عن طريق الحيوات السابقة. وشارين كيلينجر كتبت الفصل القادم اللي احنا هنعالجه برضو ايضا لعملية تحرير الكارما، نحرر نفسنا من المشاكل السابقة. طبعا كلنا نعرف ان في شيء اسمه علم النفس، وفي نفسيين كتير بيعملوا تحليل للإنسان ويبتدوا يكتشفوا ايه سبب المعضلات اللي عنده في حياته الحالية، زي ما في فرويد مثلا. فابتدت الجامعات تدرس وبتدرس، وابتدي انت تروح لطبيب نفسي يبتدي يعرف فين النمط اللي انت طورته، امتى، ايه المعضلة اللي عندك، ويبتدي يحاول يحررك منها، اوكي، يحولها من سلب الى ايجاب. ونفس الطريقة المفاجأة يعني ان الاطباء دول، او نقدر نسميهم اطباء او نفسيين اللي عندهم علم النفس ده، ابتدوا مفاجأة ان في خلال عملية التحليل بيصلوا الى ما بعد الرحم، يعني ما قبل الرحم، قبل الحمل يعني. فابتدى الإنسان يتكلم في أثناء الجلسة إنه هو فترة وجوده في عالم الأرواح وفترة وجوده في الحيوات السابقة، ابتدت تتذكر حيوات السابقة، وابتدت أبحاث بقى. لأن لما في عالم بيقول مثلا إني اكتشفت حاجة معينة، في علماء آخرين بيحاولوا يطبقوا نفس الخطوات علشان يشوفوا لو يخرجوا بنفس النتيجة يبقى شيء علمي. لو هو لوحده، واحد لوحده، عالم واحد لوحده بيتكلم بيقول في حوادث سابقة وانا قابلتها ومش عارف ايه، طيب في اثبات عليها، في نقدر نطبق التجارب دي مرة اخرى بحيث ان احنا نكتشف. هي دي الفكرة. عملية تحرير الكارما اللي هي المشاكل اللي عندنا والعقد النفسية والحاجات دي كلها، في الكتاب ده بيعلمك ازاي تتحرر من الكارما دي. وطبعا هي في الجلسات اللي كان عندهم الناس المتخصصين بيساعدوا الإنسان على التحرر من الكارما اللي عليه، ويبتدي يعيش بطريقة أحسن حاليا، يبتدي يجذب إلى نفسه اللي عنده صعوبة في إن هو يجد وظيفة، صعوبة إنه يجد بنت الحلال، صعوبة إنه عندها العرقلة دي، فيبتدي يتحرر نفسك، تبتدي تنفتح كل ما كان التفكير بتاعنا بوزيتيف، التفكير بتاعنا إيجابي،
فزي ما بقول الكون بياخد الافكار دي. فاكرين كتاب اسمه كتاب السر، بالك ذا سيكريت، اللي هو السر. السر ده ان انت ايه، بتبقى بتحول عقلك كله الى تتخيل الشيء اللي انت عايزه بطريقه ايجابيه، والشيء ده بيتحقق بنفس الطريقه دي. فاحنا نشوف مع بعض، انا في الحلقه اللي احنا فيها دي احنا هنشوف مع بعض ازاي التخلص من الكارما الخطوه الثانيه. هراجع مع بعض الاربع خطوات فقط نقراهم عناوين. النهارده هنتكلم عن الخطوه رقم 2، احنا التعرف على المصدر المشكله والمعضله واكتشاف النمط. دي اول حاجه، اكتشاف المشكله. وكان في معضله اسمها معضله ديانا، اللي هي البنت اللي كانت بتخاف جدا من السواقه، وبعدين اكتشفت في اثناء جلسه التنويم المغناطيسي ان هي عملت حادثه في الحياه السابقه، وقعت عليها عربيه فماتت في الحادثه، فدايما عندها ايه الربكه دي. النهارده هنشوف ازاي هي حلت المعضله دي بمجرد ان هي اتعرفت على ايه اللي حصل لها في الحياه السابقه، ابتدت تتحسن. لكن كان عندها لسه الخوف، كل ما تسوق عندها المشاكل دي، فخضعت لجلسات اخرى ومحاوله مع الدكتوره ساندرا لحد ما تخلصت تماما من المشكله دي. فالنهارده هنشوف بقى ازاي انت تحرير التجارب والعواطف السلبيه واعاده كتابتها ايجابيه. اوكي، ايه هي السجون النمط؟ ان انت تكون مسجون في نمط معين من حياه، حتى في نفس الحياه بتكرر نفس الخطا مرات ومرات. ونشوف مع بعض حل مشكله ديانا، هي دي حلقه النهارده. اوكي، نشوف بقى مع بعض في الفصل التاسع اللي احنا بندرس فيه من كتاب القوة الخفية وراء حيواتك الماضية، إعادة كتاب رمزك الكارمي المتشفر ده. المشاكل اللي انت بتحملها من حيوات سابقة انت عايز تغيرها تماما وتنهيها. هنشوف في الفصل السابق كان مكتوب توم كراسلي. توم كراسلي هو الكاتب الرائع اللي كتب لنا الفصل السابق، وهدي الكتاب الفصل ده من انتاج ساندرا تايلر، والفصل القادم اختها اللي هي شارين كالينجر. اوكي، فهنا قال شوف ازاي بقى تحرير رمز كارمتك واعاده كتابته. هناك اربع خطوات اساسيه. الحلقه اللي فاتت احنا درسنا رقم واحد اللي هي إدراك المصدر والنمط ومعنى الدرس، معرفة المشكلة يعني. النهاردة بقى هنبتدي الخطوة رقم 2، تحرير أو إعادة كتابة التجارب السلبية والعواطف أو الروابط وتحويلها طبعا إلى إيجابية. وبعدين نعمل حلقة عن تغيير الاستنتاجات المشفرة والنوايا الكرمية، وآخر شيء الاستفادة من الدرس، تعلم الدرس وتطبيقه في الوقت الحالي. هم دول الأربع خطوات اللي انت تقدر ايه تحرر بيهم الكارما بتاعتك، وهيدولك الخطوات دي بالتفصيل. اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت اللي هي 448 ليرجع لها ويشوف إدراك المصدر ونمطه ومعناه. فالنهاردة نروح على رقم 2، وشوفنا معدلة ديانا برضو المرة اللي فاتت ان هي رجعت سنة 1920 وشافت نفسها وهي بتموت في حادث سيارة، وده اللي عمل لها مشكلة الرهاب اللي عندها. والنهاردة نصل الى الخطوة رقم 2 اللي هي تحرير نص التجارب السلبية والعواطف او الروابط واعادة كتابته. إعادة كتابته إيجابيا، لأن أنت بتشوف مكتوب في أشياء كتيرة، زي ما أنت بتكون تفتكر حياتك الحالية وتبتدي تعيد ذكرياتك لو أنت في سن 50 60، وتشوف الأشياء اللي أنت عملتها وتقول يا لو أنا أقدر كنت عملت كذا أو عملت كذا. أنت اعمل التمرين ده علشان ما يتكررش عندك. حول الإيه، تخيل نفسك ان الموقف ده اتغير بالنسبة لك، ان انت اتنقصت من حادث السيارة مثلا.
وهي هتعلمك دلوقتي واحده واحده زي ما هي بتعلم الايه. انا غير متخصص نفسي طبعا، احنا بنقرا مع بعض وبندرس مع بعض، لكن بنجيب لكم من علماء النفسيين. يعني عندما تأخذ حيواتك الماضية العديدة بعين الاعتبار، ساعات انت بتقول يا رب طب انا عملت ايه في دنيتي وليه بيحصل معايا يا رب ليه، انت واخد بالك في فكرتك الحياة اللي انت موجود فيها فقط، ما بتجمعش بقى الحيوات على بعضها، ايه اللي انت عملته في الماضي، ايه المشاكل اللي انت عملتها حتى في الحياة الحالية، ايه النمط اللي انت بتعمله اللي بيخليك تجيب النتيجة دي، لان زي ما احنا نقول ايه الكارما معناها ايه السبب والنتيجة، انت بتعمل شيء بيرجع لك، لكل فعل رد فعل، مساوي لها في القوة ومضاد لها في الاتجاه، ما انت بتتمنى الشر للآخر الشر بيجي لك انت، واخد بالك؟ فتمنى الخير عشان يجي لك خير ببساطة. يعني عندما تأخذ حيواتك الماضية العديدة بعين الاعتبار سترى كم هو مدهش التفكير في كل المشاعر والطاقات التي تحملها حتى لو لم تكن تعلم بها. إذا كنت ترغب في تحرير الكارما نهائيا وتحويل وعيك الحالي والأبدي، فمن المهم جدا التخلي عن هذه المشاعر المشفرة. نقرأ بقية الايه الباراجراف وبعدين نعلق. تمنع هذه الطاقة العالقة تدفق ذبذبات قوة حياتك مما يخلق عقبات أمام الشفاء والرومانسية وحتى الثروة التي يمكن الحصول عليها. بما أن التماهي القديم وغير الصحي غالبا ما يكون عالقا في الشاكرات، مراكز الطاقة الرئيسية في جسدك في جسمك، فمن المفيد القيام بالتأمل للتوازن وتنظيف هذه الشاكرات بالإضافة إلى جلسات العودة وإعادة كتابة النص. أوكي، فهنا شوف بتشرح بتقول يجب أن احنا ناخد في الاعتبار ليس فقط الحياة الحالية، ليس فقط الحياة الحالية، ولكن مجموع الحيوات اللي احنا عشناها في الكون لما مبتدي بقى عندنا وعي، يعني بقى عندنا إدراك ووعي، وصلنا إلى درجة الإنسان، لأن ما حدش يقعد يفتكر لما كنت عصفور، لما كنت شجرة، لما كنت ملوخية، حدش يفتكر الحاجات دي لأن ما كانش فيه وعي أساسا، لكن بعد ما تحول إلى الإنسان العاقل المدرك المدرك سابين سابين، هو ده بقى اللي بيبتدي بقى عنده إدراك، عنده كونشس، عنده وعي، عنده ضمير، يبتدي يحاسب نفسه، يبتدي يراجع، يبتدي يبقى عنده ما بنسميه التفكير المتصل. الفرق بينه وبين الحيوانات، الحيوان ما عندوش تفكير متصل، ما عندوش تخطيط للمستقبل، واخد بالك، ما عندوش فكرة بالأماكن والحاجات دي كلها والجغرافيا، ما بتقدرش تاخد قرد أو أي حاجة توديه مدرسة وتخليه يتعلم جغرافيا وفيزياء وكيمياء، واخد بالك، مهما كان تقارب الجينات بيننا وبينهم هم فصيلة وإحنا فصيلة مختلفة تانية، تطور غير التطور بتاعهم، واخد بالك. فالنهاردة انت لازم تاخد في الاعتبار الموضوع ده، عايز تتخلص من مشاعرك، عايز تتخلص من المشاكل اللي عندك، ايه اللي يحصل؟ المهم جدا التخلي عن هذه المشاعر المشفرة. ليه؟ تمنع هذه الطاقة العالقة تدفق ذبذبات قوة حياتك مما يخلق عقبات امام الشفاء من الامراض، امام الرومانسية والحب، امام حتى الحصول على الثروة. بالك الأشياء القديمة المشفرة في داخلنا دي موجودة داخل الشاكرات. برضو أنا غير متخصص في عملية الشاكرات دي، هما 7 شاكرات مهمين جدا بتعلق فيهم الطاقة سواء موجبة سواء سالبة، وإحنا محتاجين نعمل عن طريق توازن الشاكرات دي. ممكن تشوف فيديوهات عن المواضيع دي، في ناس عندها فكرة كبيرة جدا جدا بتشرح الشاكرات 7 دول،
وازاي تعمل لهم ايه عن طريق التامل، التوازن وتنظيف الشاكرات. بالاضافه الى جلسات العوده دي، لما تروح بقى للناس المتخصصين اللي بيرجعوك الى الماضي ويعيدوا كتابه النص. انت ممكن تحاول تعملها لوحدك لكن مش قادر، بتروح لشخص متخصص ويبتدي يرجع معاك بالحيوات السابقه، يكتشف ايه المشاكل اللي تسببت لك الوقف الحال اللي موجود في الحياه الحاليه، ويبتدي تعمل عمليه التنظيف وتتخلص وتعيد كتابه التشفير ده بطريقه اخرى علشان تنهي عمليه الكارما دي وما ننزلش في نفس الايه المعاناه اللي احنا موجود فيها. تاني حاجه نشوفها ايه هي سجون النمط، ايه هو السجن النمط، ايه ازاي انت تكون مسجون في انماط معينه. عندما تنظر الى تقمصاتك السابقه ترى بوضوح القوه التي يخلقها الترابط العاطفي داخل رمزك الشخصي. برضو بنحاول ناكد لحضرتك ان مش معناه ان انت اتولدت من جديد ان انت انسان جديد على الزيرو واللي فات مات، لا مفيش، انت متصل، هو نفس الكائن، نفس الشخص اتولد مرة أخرى، لكن كل اللي ورا منه الحياة اللي عاشها في الماضي واتجوز وخلف وأولاده وجده وعمته واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها، حيوات كتيرة عاشها، كل ده بيفضل عالق في الجسد الجديد، في الروح. الروح لم يتغير، اللي تغير الجسد، لكن الروح هي نفس الروح بكل الأفكار اللي كانت موجودة قبل كده وبتبقى عالقة في ذهننا. فلذلك تلاقي أخين من نفس الأب من نفس الأم من نفس الدين، يمكن متولدوا توأم، واخد بالك، وتلاقي واحد ليه طريقة تعامل مع الآخرين والآخر ليه تعامل مختلف، واحد صالح واحد طالح. ليه؟ لأن ده روح وده روح، ده ليه تاريخ وده ليه تاريخ آخر، ما هم مش الاثنين مولودين المدرسة كلهم نفس المدرسين نفس المعلمين نفس المدرسة نفس الأب والأم نفس التعامل نفس البيت، لكن مختلفين. ليه الاختلاف؟ ببساطة لأن كل واحد له تاريخ مختلف، تاريخ روحه يعني إن إحنا يعني كأرواح لنا تاريخ لمليارات السنين، احناش ولاد النهارده زي ما بيقول. سجون النمط، عندما تنظر الى تقمصاتك السابقه ترى بوضوح القوه التي يخلقها الترابط العاطفي داخل رمزك الشخصي، وما لم يتم كسر هذه الانماط وتحريرها الان فمن المحتمل ان تصبح اكثر تعمقا وتسببا للمشاكل. عايز مشاكل ما تحلش بقى، ويتطلب ذلك معالجة أحداث حيواتك الماضية بوضوح ومثابرة ونية مركزة. ده علم يا جدعان، ما هوش أي كلام، ده علم. المتخصصين بيعودوا بالشخص الى حالة طفولته الحالية، بيشوفوا ايه المشاكل اللي حصلت معاه مع ابوه وامه، حصل معاه حادث معين علق في دماغه، كل ده بيحاولوا يعالجوه. لكن في اشياء، في انماط موجودة في حياتنا حالية ما مش عارف لها حل، مش موجودة عندنا في الطفولة. فاللي بيحصل ايه؟ يقول لك ارجع لما قبل ذلك. ايه هو اللي ما قبل ذلك؟ الحيوات السابقة اللي انت عشتها من قبل، يعني ممكن تكون حصلت معاك المشكلة في الحياة السابقة او حتى طريقة الموت. يعني تخيل المنظر ان في شخص معين الناس خدته وعذبته وقتلته، فالمشكلة دي بتفضل بترعبه، بيحس بيشعر بيخاف بيحلم
بتحصل مشاكل كتيرة جدا في حياته الحالية، بيبقى خايف من كل شيء، بيروح مثلا تخيل حد رماه تحت القطر ولا حاجة زي كده، يجي جنب القطر يبقى مرعوب، واخد بالك؟ فلازم يرجع، بيحاول يرجع للطفولة، ما بيلاقيش عنده حاجة. لكن في أحيان كتير لما بيعود للحياة الماضية ممكن يشوف نفسه بيتقتل، حد بيموته بهذا الشكل الفظيع، فبيفضل عالق في ذهنه. فهو لازم يتحرر من الشعور ده، يتحرر يبقى يعيش سليم، يعيش هادي، يقدر ينام، يبطل يحلم بالأحلام المزعجة دي، وحياته القادمة تبقى أسهل كتير جدا. يعني قد نتعلق بأي شيء لسوء الحظ، بما في ذلك الأشخاص والعادات والمشاعر الجيدة منها والسيئة. يعني الارتباط الكارمي، يعني الارتباط الكارمي عادة بأننا شاركنا عاطفيا مع هذه المشاكل من قبل، وقد حان الوقت لأخذها على محمل الجد. يحصل معنا مشاكل مع أخواننا، مع الأم، مع الأب، مع الأصدقاء، عريك، ضغينة، ضرب، سرقة، حاجات كتيرة جدا بتفضل عالقة، وهم بيتولدوا معانا من جديد علشان احنا نحاول نصلح المشكلة اللي حصلت في الحياة السابقة. يعد تحرير المشاعر غير الصحية والأنماط العالقة في الواقع أحد أكبر توجيهاتنا الكرمية، أكثر بكثير من كسب الأموال الطائلة أو الحصول على الكثير من الأشياء المادية. مهم جدا جدا كسر الإيه؟ الموضوع الكارما دي تشجعنا أنماطنا، ولو كانت من صنعنا يصبح شعورنا بالخوف والشوق أو الاكتئاب رغم أنه غير مريح أمرا آمنا ومألوفا بشكل غريب، مما يخلق نوعا من القوة الدافعة في حياتنا. ولكن ومن خلال تحرير المشاعر الصعبة وإعادة كتابة نص تاريخنا الكارمي سوف نضع الأساس للتغيير في السعادة الحالية والنجاح المستقبلي. هتقول لي طب إزاي أحرر المشاعر دي؟ هيجي لك بعد كده يقول لك إزاي إن أنت تكتشف إيه المشاعر، الكره والخوف والرعب والحاجات اللي عندنا دي، وإزاي إن إحنا إيه نقدر نتخلص منها. تقدر عن طريق إيه؟ عن طريق الجمجمة دي، عن طريق إن أنت تغوص تشوف المشاكل، أنا مش كده وأنا هبقى كذلك، أنا مش كده، وتصمم تغير الأشياء السلبية وتحولها إلى أشياء إيجابية، وتنوي النية دي مهمة جدا جدا، وتتغير وهتلاقي نفسك تبقى زي الفل. إن إعادة كتابة نص المصدر للتجربة يشكل جزءا هاما جدا من الخطوة الثانية. يتواجد الزمن وفقا لاستمرارية الزمكان في وقت واحد، ويتذبذب المستقبل والماضي كإمكانات فقط. كل شيء موجود في نفس الوقت، الماضي والحاضر والمستقبل، يقول لك كل شيء موجود، انت بتدخل وغير. وكما تتمكن من المضي قدما وتقوم بإنشاء تصميمات مختلفة للأيام القادمة، يمكنك أيضا من الرجوع وإعادة كتابة النهايات للسيناريوهات التي تبقيك عالقة. ترجع تغير السيناريوهات زي ما تكون بتعمل فيلم وكان في نهاية تعيسة، ممكن تعيد وتكتبها وتبقى نهاية سعيدة. قد تكون هذه النوايا الجديدة للتجارب الماضية قوية للغاية. أخبرني العديد من الناس إنه عند القيام بعملية إعادة النص، إعادة تذكر النص إلى جانب الخطوات الأخرى هنا، حصل تغيير سريع في وضعهم الحالي. حدثت حالة ملحوظة خلال ندوة ألقيتها قبل عدة سنوات، حين قام رجل كان يدخن لمدة 40 عاما. دي نمط، إيه اللي بيخليه يدخن مع إنه عارف إن ده ضار للصحة ومشكلة ممكن يجيب سرطان و
مكتوب على علب السجاير ده يجيب السرطان ده يعمل ده يسوي ايه اللي بيخلي الناس تستمر في التدخين؟ بجلسة العودة للماضي لاكتشاف سبب هذه العادة لم يكشف لي عن المصدر، ما قدرش ما قال له هاش المصدر، لكنه أخبر لي لاحقا ان إعادة كتابة النص والتحرير التي استخدمناها ساعداه على الخروج من سجن النمط هذا، تمكن من الإقلاع عن التدخين بعد 4 عقود. شوف عالج التدخين من خلال الرجوع لحيوات السابقة، إعادة كتاب الموضوع، صمم، غير الفكرة، مش هحتاج السجاير دي مضرة، الحاجات دي كلها، وغير النمط وابتدى يبقى حر من الموضوع دي، حياته أحسن وحياته القادمة أحسن بكتير يعني. وأيضا حتى بعد الموت، لأن الناس اللي هي بتدخن دي أو اللي بيخدروا حشيش ومش عارف ايه والحاجات دي، بتلاقيه بعد ما يروح لعالم الروح بيبقى هيتجنن، عايز يشد سيجاره، عايز بيحس باللي مش هيلاقي الموضوع ده، فبيحاول يجي جنب الناس اللي بتشرب سجاير، يحاول يجي جنب الناس اللي بتدخن حشيش والحاجات دي، بيبقى عايز يشد بطاقتهم، يبقى عامل زي المجنون يعني. يمكنك اجراء بعض التغيرات الجذريه ايضا، قد تستغرق المسألة وقتا طويلا، ولكن صحتك وتنويرك تستحقان كل وقتك واهتمامك. نشوف بقى الحل لدى ديانا. ديانا شفناها المرة اللي فاتت، اكتشفت هي عندها طبعا رعب، خوف من سواقة السيارات، دايما بتحس ان هي تعمل حادث، خايفة هتقع عليه حاجة، مرعوبة، خد بالك. فاللي حصل بقى ان هي ابتدت تكتشف ان هي كانت سايقه في طريق معين سنه 1920 في الحياه السابقه، ووقعت عليها سياره، زي ما كانت في جبل كده وقعت عليها سياره، ما قدرتش تتفاداها وماتت في الحادث دي. فطبعا لما النهارده لما هي بتسوق السياره الجديده في حياتها الحاليه، كانت بتحس بالشعور الرهيب ده، بتخاف كل ما، فمجرد ما هي عرفت إن هي ماتت بهذه الطريقة ابتدت ترتاح، ابتدت تتخلص من المعضلة دي، لكن ما زال عالق في ذهنها نفس المشكلة. هتروح بقى تتعالج مع الدكتورة دي ونشوف اتعالجت ازاي. الحل لدى ديانا، رغم بدء ديانا بحل قلقها بشأن القيادة حال اكتشافها السبب، من ساعة ما اكتشفت السبب ابتدت ايه تتحسن كتير، إلا إنها اضطرت لتحرير وإعادة كتابة النص أيضا. قامت بالتخلي عن بعض الأشياء أثناء عودتها الأولية للماضي، لكنها عاودت النظر لتلك التجربة متخلية عن بعض الخوف وغالبة السلام لهذه الحالة. لقد قامت بتغيير الحادث، طبعا ذهنيا قامت وعملت تغيير حادث، إعادة كتابة السيناريو زي ما احنا بنقول، تصورت حركة المرور أمامها، ورأت نفسها تقود سيارتها بعيدا عن الطريق قبل أن تصدمها العربية السيارة. فدي أهم حاجة ليا، زي ما بقول ذهنيا عقليا بتعود وبتحاول تغير السيناريو في العقل، يعني داخل عقل الروح نقدر نسميه كده. ثم تصورت نفسها تعيش حياة طويلة وصحية، ما ماتتش، تقود بشكل مريح طول الوقت. نقلت الصورة إلى هذا التقمص، مؤكدة أن القيادة وحدها هي آمنة ومريحة، مش وحدها يعني، وسرعان ما شعرت بالراحة التامة لذلك. أوكي؟ عندما تعاني من حالة قوية وجسدية مثل نوبات الحلع، فإن ذاكرة جسدك تحاول أن تخبرك شيء ما، قد يحول الغضب والرهبة والصدمة دون علمك، قد يحول
الترجمة دي مش عجباني قوي. قد يحول الغضب الرهبة والصدمة دون علمك، قد يحول دون علمك. تعرف على السبب ثم حرره، وأعد كتابة النص، وأكمل العملية التي تحصل على النتائج إلى أن تحصل على نتائج تساعدك. خطوات إعادة ترميز الوعي على اتباع توجيهات كارماتك. ما تخافش، هي هتوري لك الخطوات دي بعد كده، يعني ازاي ان انت هتدي لك مثال وازاي ان انت تتخلص من المشاكل اللي عندك، لكن من الافضل مع متخصص طبعا. تساعدك خطوات اعادة ترميز الوعي على اتباع توجيهات كارماتك. تريد روحك، انا اقول لك تريد انت أن تقوم بتنقية وعيك الأبدي، وعي الروح الأبدي، من الرموز والأنماط غير الصحية. جزء ديناميك من اللغز هو إعادة كتابة تجربة ماضيك حتى يتم استبدال المشاعر والاستنتاجات السامة بمشاعر أكثر صحية. يعتبر التقدم من خلال هذا والخطوتان التاليتان مكون رئيسي في اطلاق سراحك من سجون أنماطك العقلية والبدنية والمالية، وفي عتاء علاقاتك المحبة أيضا. تبتدي الخطوة الثالثة بقى هنشوفها مع بعض الحلقة القادمة، تغيير الاستنتاجات المشفرة والنية الكرمية. نحن نعمل الأربع حلقات دول ورا بعض، يعني سلسلة مع بعض إن شاء الله. نسجل بكرة حلقة أخرى، وبعد بكرة حلقة أخرى، كل يومين كده حلقة. والأسبوع القادم هنلتقي مع الأستاذ محمد عبده، واخد بالك، اللي هو بيترجم كتب دونالد وولش، التحدث مع الله. هنبتدي نكمل مناقشة الكتاب، كانت حصلت له ظروف بس النهاردة الحمد لله ابتدى يهدى، يعني بقى كل شيء تمام. والأسبوع القادم برضو إن شاء الله نعمل مقابلة مع الدكتورة عزة الدسوقي عن رسائل جديدة من الفضائيين، وهتجيب لنا محاضرة قوية برضو بتعد فيها، يعني فإن شاء الله يكون في أشياء جديدة بالنسبة لك. وبعدين نعود لكتاب الأرواح وهكذا، يعني عايز أخلص معاكم الكتاب اللي هو بتاع ساندرا أن تايلر ده عشان نبدأ في كتب جديدة. وبرضو عندنا كتاب اللي هو الذاكرة الأزلية، مليان لسه فيها حاجات رائعة، منها المقابلة الله نفسه. ازاي هل الانسان بعد الموت ممكن يقابل الله، وازاي وشافوه ازاي وعمل ايه واخباره ايه، الحاجات دي كلها. فان شاء الله اللي تفضل معانا، ما طلبتش ولا مره لايك وشير وكده، ده شيء بديهي، ممكن حضرتك تعمل الكلام ده بدون ما انا اطلب، يعني ليه يرغب في دعم القناه، موجود تحت صندوق الوصف الباي بول، لان معظم الناس اللي بيشاهدوني خارج البرازيل، فدي الوسيلة تقريبا الوحيدة يعني، أو ممكن تكون عضو في القناة، ده برضو مسموح هنا، السوبر شات والحاجات دي أيضا موجودة يعني، تمام؟ فهي دي المشكلة، هي دي الفكرة، يعني إن إحنا بنتعرف على إيه أساس المشكلة، فين؟ في الأنماط بتاعتنا اللي بتتكرر في حياتنا، اللي هي بنبقى مسجونين داخلها. الرعب اللي احنا بنعاني منه فين بالظبط؟ اللي ما حدش يستاهل ان هو يعيش في حاله اكتئاب، في حاله خوف، في حاله رعب من الميه، رعب من هو يخرج، رعب من هو من الارتفاعات، رعب ليه؟ لازم يحرر نفسه من المشاكل دي، يكتشفها فين؟ بدات وابتدي يغير الرمز ده، الرموز دي. عموما هم هيقولوا ازاي يعني في بقية الفصل ده هيبتدي يقول لك التحرير بيتم ازاي، واحد اتنين وحرر كذا وحرر كذا. ولو انت شفت
بداية الفصل السابق أنا شرحته لحضراتكم حتى في حلقة واحدة، كانت حلقة طويلة جدا جدا، إزاي تحرر نفسك من الكارما والتشفير الكارمي اللي كتبه توم كرايسلي. أوكي، شكرا جزيلا بجد، يعني شكرا للمتابعة، شكرا للي بقوا معايا لنهاية الحلقة بجد، يعني مش كل الناس بتفضل لآخر الحلقة لكن اللي فضل لآخر الحلقة أقول له شكرا جزيلا جدا جدا، وأرجو من حضراتكم المتابعة والشير واللايك والحاجات الجميلة دي عشان ننشر الفكر ده، مش بغرض تحديد تحقيق يعني أهداف مالية، بهدف إن احنا نساعد الآخرين، الناس اللي مرعوبة من الموت، اللي خايفة، الغير متأكدة من وجود إله، الغير متأكد من وجود حياة بعد الموت، بتقول له ده اتفرج على الحلقات دي وشوف رأيك، هل ده ممكن يقنعك، هل ممكن أنت تبتدي تقرأ تعمل أبحاثك بنفسك عشان تعيش بطريقة أحسن وطريقة أجمل يعني. شكرا شكرا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. سلام سلام.